ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية تنضم إلينا الصحفية أمل معمي. صباح الخير أمل. صباح الخير إسماعيل لك ولجميع المشاهدين. أمل، لو انتقلنا إلى المقترح الإسرائيلي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، هل تكون صفقة بايدن الفرصة الأخيرة لذلك؟ إسماعيل، يبدو أنها الفرصة الأخيرة، ولكن لم تكتمل الملامح بعد، لأن التفاصيل ما زالت حتى الآن بالنسبة إلى الطرفين، يعني الطرف الإسرائيلي وطرف حماس أيضا، يعني التفاصيل ما زالت غير واضحة بالشكل المطلوب لهما، ودائما كما يقال الشياطين تكمن في التفاصيل. ولكن أبدأ معك إسماعيل من تأثير هذه الحرب، الحرب في غزة التي بدأت تصل إلى الداخل الأمريكي وتؤثر على مصير بايدن السياسي ومستقبله السياسي في البيت الأبيض، كذلك تأثيرها في مستقبل إسرائيل نفسها. يعني قدمت إدارة بايدن في هذه الحرب كل شيء لإسرائيل في حربها هذه في غزة، خاضت من أجلها المعارك الدبلوماسية والسياسية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتبنت موقفها من قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية. وبالمقابل يبدو أنه بحسب النظرة الأمريكية طبعا أنها لم تجد المقابل أو لم تجد سوى الانتقاد من الحكومة الإسرائيلية ورفض النصائح. يعني اليوم إذا ما تحدثنا عن هذا المقترح الذي هو إسرائيلي وقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجاءت إسرائيل في ثاني يوم مكتب بنيامين نتنياهو قال أن المقترح ليس جيد بما يكفي، ولكننا مضطرين يعني المضي لاسترجاع الرهان. وأيضا ما قاله الرئيس الأمريكي أننا نناشد وزراء الحكومة الإسرائيلية بالموافقة. يعني هناك في تناقضات خلال هذا بهذا المقترح الذي ربما أعتقد من وجهة صحيح هناك غموض، لأنه كيف يكون مقترح إسرائيلي والرئيس الأمريكي يناشد الحكومة الإسرائيلية بالموافقة. أعتقد غالبا ما حدث أنه هو صحيح مقترح إسرائيلي قدم لإدارة بايدن، ويبدو أن أحدثت هناك بعض التعديلات لتجد القبول لدى طرف حماس أيضا. بالمجمل أريد أن أقول أنه بالنسبة لبايدن إسماعيل يبدو أنه حان الوقت لبدء البحث عن تسويات تخدم إعادة انتخاب بايدن، وأيضا تخدم مشروعه التوسعي في الشرق الأوسط. إذا ما نظرنا إلى الانتقادات التي تأتي لإدارة بايدن، هناك من يصف هناك فشل، يعني فشل أمريكي إن كان في أفغانستان، إن كان في العراق، إن كان في الحرب الأوكرانية، وحتى في الحرب في غزة، يعني أنها لم تجد الحل النهائي. لذلك خرج بايدن بهذا المقترح الإسرائيلي أولا بالنسبة يقدمه هو للداخل الأمريكي كنوع من لجذب الانتباه الداخلي، أننا نقوم بوضع حل لإنهاء هذه الأزمة بعد الانتقادات الأخيرة وأيضا بعد المظاهرات الواسعة التي شاهدناها في الداخل الأمريكي. وأيضا نقطة إسماعيل، أن هناك الدول الأوروبية والدول الغربية بدأت ربما تبتعد عن الموقف الأمريكي الذي شعر بنفسه أنه بقي وحيدا في هذه الحرب، لأنه حتى هناك دول يعني بدأت تعترف بدولة فلسطين، أو الدول الأوروبية أيضا هناك تغيير في مواقفها تجاه إسرائيل. إذن هذا المقترح الذي قدمه بايدن، المقترح الإسرائيلي، هو لإنقاذ نفسه أولا وأيضا لإنقاذ إسرائيل. لا أتحدث عن بنيامين نتنياهو، وإنما إسرائيل هي فرصة لإخراج إسرائيل من هذا المأزق، وهي حرب غزة التي ربما لم يعد بنيامين نتنياهو يعرف كيف يخرج منها. طيب أمل، لو انتقلنا إلى نفس هذه الجزئية ولكن بسؤال آخر، حماس وإسرائيل كيف سيوافقان على مقترح بايدن لإنهاء الحرب، وخصوصا بأن تقول واشنطن بأن موافقة إسرائيل هي مرتبطة
بموافقة حماس وموافقة إسرائيل هي مرتبطة بإيجاد البديل أو بديل صحيح. حكم حماس في قطاع غزة. تفضل. بالنسبة لنتنياهو، أولا إسماعيل، يبدو أن نتنياهو اليوم هو تحت ضغط كبير جدا نتيجة هذا المقترح الذي قدمه بايدن، وربما أراد بايدن أن يورط بنيامين نتنياهو في هذا الأمر عندما قال أنه مقترح إسرائيلي. يعني وشاهدنا التخبط الإسرائيلي، وتحدث قبل قليل أنه يعني حول ما قال أنه ليس بجيد ومن هذا الأمر. بنيامين نتنياهو إما أن يوافق على هذا المقترح ويخسر الحكومة، لأن تعلم أنه بن غفير وسموتريش يهددان ب يعني الانسحاب من الحكومة، وإما الرفض، يعني رفض هذا المقترح وتحمل في هذه النقطة. إذا ما رفض هذا المقترح عليه أن يتحمل الضغوط الدولية، وأيضا عليه أن يتحمل المواجهة ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي يبدو أن إدارة بايدن تريد أن تنهي هذه الحرب، إن لم تكن في هذه الفترة القريبة ولكن خلال ما بعد العام الانتخاب، لأنه باعتقادي أنا أن هذه الحرب لن تنتهي حتى تتوضح ملامح الانتخابات الأمريكية ومن سيجلس في البيت الأبيض. ولكن كل هذه التحضيرات هي لإنهاء هذه الحرب التي دامت فترة يعني أصبحت أكثر من 8 أشهر، هناك أكثر من 40,000 قتيل، هناك أكثر من 100,000 جريح في غزة، هناك انتقادات دولية عالمية واسعة لإدارة بايدن وحتى وأيضا لإسرائيل بخصوص هذه الحرب وعدد القتلى والدمار الواسع الذي حصل في غزة. إذن بنيامين نتنياهو الآن هو تحت ضغط، إما أن يقبل بهذا المقترح أو لا، وسيتحمل النتائج وحده، وهو يعلم أن بمجرد إنهاء هذه الحرب هو في اليوم التالي سيكون أمام المحاكم الإسرائيلية. أيضا نتنياهو يبدو أنه يلعب على وتر التناقضات داخل إسرائيل وحتى التناقضات الدولية. يعني نتنياهو أيضا لا يريد إنهاء، لو حتى هذا المقترح نتنياهو قال أننا مستعدون لإيقاف الحرب، إيقاف إطلاق النار لمدة 42 يوم، ولكن نحن لسنا مستعدين لإنهاء هذه الحرب بشكل نهائي لأن الهدف لم يتغير وهو القضاء الكامل على حماس. ولكن بالنسبة لحماس، يبدو أنه موقف حماس هو ربما أقرب إلى القبول، خصوصا أنه هناك يعني المقترح يقول بوقف فعلي لإطلاق النار، طبعا هذا سيكون في المرحلة الأولى. وهنا حماس أمام ضغط كبير جدا، أولا هناك ضغط على حماس، ضغط إنساني، تحدثنا عن عدد القتلى والجرحى وما يحدث في غزة، هناك ضغط إنساني كبير على غزة، عفوا على حماس، وأيضا هناك ضغط عسكري. يعني 8 أشهر من الحرب ليست بقليلة على حركة حماس، أكيد أنها فقدت جزء كبير من قدراتها العسكرية، وهي الآن في لنقل يعني ضغط كبير، تريد الخروج من هذا المأزق، تريد إنهاء هذه الحرب أيضا. ولكن هناك أيضا مشكلة أن حماس أيضا بفكرها تريد أن تبقى، هذه هي المشكلة، أن حماس تريد أن تبقى في غزة ولو بشكل معين، بطريقة ما، بشكل ما. هذا هي نقطة الخلاف التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنهائها. ويوم أمس إسماعيل كان على موقع أكسيوس أن الخارجية الأمريكية صرحت موقف الولايات المتحدة هو أنه لا يمكن القضاء على حماس بالوسائل العسكرية وحدها. هناك تغيير، يعني مواقف الإدارة الأمريكية نتساءل أنه في أي سياق تقرأ، يعني هل هو تصريح علني عن تراجع أهداف هذه الحرب التي كانت تقول إنهاء حماس عسكريا وسياسيا نهائيا، والآن هل هذا هو تراجع؟ يبقى الهدف يعني إنهاء قدرات حماس العسكرية فقط. يعني هناك أيضا تغير في حتى في موقف الخارجية الأمريكية، أو موقف إدارة بايدن من خلال هذا الموقف وهذا التصريح. طيب. الذي ذكرته أكسيوس. أريد نقطة إسماعيل، أنه هذا المقترح هو ربما كما ذكرت، يعني ربما تكون الفرصة الأخيرة، ولكن حماس لن إذا ما وافقت عليه وقالت أنها تأخذه بإيجابية،
لكن أنه السير بهذا المنحى، السير بمنحى الموافقة أقصد بالنسبة إلى حماس، سيكون أيضا محكوم بالموقف الإيراني، لأنه إيران هي التي تجد نفسها أو ترى نفسها الوصي على غزة يعني، وما تسمى بمحور المقاومة وهي المسؤولة عنها. إيران لاحظنا بالأيام يوم أمس وما قبلها بعد خروج بايدن بهذا المقترح، كان هناك تصعيد من قبل حزب الله وأيضا تصعيد من قبل الحوثي، تصعيد في اللهجة الحوثية يعني. هذا دليل أنه إيران بدأت أيضا تتحرك من بعد هذا المقترح، تريد أيضا أن يكون لها مكاسب في المنطقة، وهي لن يعني سوف تتدخل، سيكون لها تأثير في موقف حماس، ولكن بالنهاية يبدو أنها الفرصة الأخيرة، لأن هذه الحرب يجب أن تنتهي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها تريد ذلك. الصحفية أمل معمي، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.